بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي لا تعيك به على مغارك أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت بي على ضائق أبواب الأرض للفرج انفرحت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجارب وجعلت لها صنكا ومتابع وقدمتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وطورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار حتى وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبتسات التي صنعت بها العجائب في بحر شوق وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراسفه في اليم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كريمك عليه السلام
في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام حبيب كان قبل في مسجد الخير ولإسحاق صديق عليه السلام في بئر الشياق وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه ولإسحاق بحلفه وليعقوب بشهادته وللمؤمنين بوعده وللداعين بأسمائه فأجبت وبمجدك الذي وارى موسى بن عمران عليه السلام على خطبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تبطلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي منمت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل الأرض وانخفضت السماوات وانتشر لها العمق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر النور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلت جعله دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في تعير وظهورك في جبل فاران برباط المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق خليلك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عشرته وذريته وأمته اللهم وكما عبدنا عن بك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير يا الله. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل فيما أنت أهله ولا تفعل فيما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر
ووسع علي من حلال رزقك، واصني مؤونة إنسان ساوء وجار ساوء وقرين ساوء وسلطان ساوء، همت على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين يا رب العالمين. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، وانتقمني من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ووسع علي من حلال رزقك، واقضني مهونة إنسان ساو وجار ساو وسلطان ساو وقرين ساو ويوم ساو وساعة ساو، وانتقمني ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقرابتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين يا رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تقبل على فقراء المؤمنين والمؤمنات في الغنى والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أولى أوطانهم سالمين ظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعشرة الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء وبما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط بي إلا أن تفعل بي كذا وكذا، أن تفعل بي ما أنت أهله، إنك أرحم الراحمين. صلى الله على محمد.